ألف 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 مبروك يا حاج. خير يا ست فتحية، ولو إني ما بيجيش من وراكي خير أبدا. لا أنا المرة دي جايبة لك الخير كله، جالك الولد يا حاج. جالك؟ أيوة ولدت. ولدت وجابت لك الولد يا حاج. يا ما أنت كريم يا رب. يا رب. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. الحمد لله. ألف 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 تشيل يوم مبروك يا حاج. يتربى في عزك. حلوة يا حاج. الله يخليك. يا رب يتربى في عزك يا سلام، ربنا عوض صبرها خير. هي مين يا مغفل؟ حاجة سيدة. سيدة مين؟ هنية بنتي. هي دلوقتي بقت بنتك. أيوة يا حاج. غيرك يا حاج وأنت. أيوة أنا. من غير ما أقدر يا حاج. معلش ما كانش مناسبة أقول لك. أنا كده بقى فهمت الموضوع. ما دام فهمت بقى روح على القهوة، خلي المعلم حبيش يسأل حي كله شربات. لا شربات ما يكفيش يا حاج، لازم تتبع عجل. عجل؟ طب غور من قدامي قبل ما اتبعك بداية. يا ما انت كريم. خليهولك يا حاج. البشارة يا حاج. البشارة. كل اللي في جيوبي هديهم لك. ربنا يخليك. ادي لك الصحة وخليك. يا ما انت كريم يا رب. يتربى في عزك يا رب. في شوية تفكر كمان خديها. يا ما انت ربنا يكرمك يا رب. يكرمك يا رب. شكر ليك يا رب. الحمد لله 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 الحمد لله. يا حجة يا حاج يا حاج يا حاج، ألف مبروك يا حاج. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا مساعد. خدي ادي بشارتك. يعيش ويتمرمغ في نعمتك. هي الحاجه فين؟ مستنياك في اوضتها. خدي. حاج مش عارف تخش تشوف المولود ده بدري منور. يقولي انت بتشبعيش. حاج من هنا يا حاج. مساء الخير يا سيدة. يسعد مساك يا حاج. مبروك. مبروك على ايه؟ على الولد ابنك. ابني؟ احنا مش اتفقنا ان ابن هنية هيبقى ابنك؟ وانا مالي يا اخويا، ابن هنية يبقى ابن هنية. ايه رجعت في كلامك ولا ايه؟ انا افتكرتك بتباركي على ابني انا، ابني اللي في بطني. ابنك اللي في بطنك؟ مش فاهم حاجة. أنا حامل. حامل؟ حامل إزاي؟ إلا إزاي؟ زي ما كل النسوان بتحمل. لا ما أنا عارف إزاي. بس 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 يعني فهمت. لما هنية ولدت قلت في عقلي بالك عقدتي اتحلت والعيب من سيدها. انا يا سيدة؟ انا عمري ما فكر اني اشمت فيك. بس قوليلي قوليلي حقيقي الكلام اللي انت قلتولي دلوقتي. اقسى عليك يا صالح، انا عمري كذبت عليك. الحقيقة لا، الكذبة مش من طبعك ولا تحب يكون على لسانك. بس انا بس ايه؟ بس انا من فرحتي مش قادر اصدق. وهو يعني انا اللي مصدقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه رايك في البشاره دي كمان يا حاج؟ مساعد الكلام ده حقيقي؟ امال هزار يا حاج. طب وعرفته ازاي؟ الداية اللي جت والدت هنية شافتش الحاجة وقالتش العلامة بان. علامة ايه؟ علامة الحبل. قادر على كل شيء يا رب. ايدك على البشارة بقى. يا ولية انت زي المنشار. يا
حاج انا خايفه عليك. الحاجه لو دريت انك اديتني بشاره هنيه ما قامت بالسلامه وهي لا تش. عايزه كام اللي تجيبه يا حاج؟ احسن واحده تصطاد في المايه العكره. مش هتخش تشوف هنيه؟ سلام هني. الله يسلمك من كل سوء. لا 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 سيبيه سيبيه خليه نايم. ليه؟ ده لسه بيسأل عليك ولا من يمتك مش عايز تشوفه؟ يخص عليك، أنا بقالي 20 سنة مستنيه، بس هو لسه عضمه طري. سيدي واحد الله يتربى في عيسك يا رب. ايه هتضيع فرحتنا؟ قول لي بقى هتسميه ايه؟ عارف عارف انا نفسي اسميه ايه؟ نفسي اسميه على على اسم ابوي شهيد. ايه انا اخترت اسمه خلاص. وماله هتسميه ايه؟ عبد الرحمن. الله وادي عبود يا وادي عبود، ارد على ابوك. عبد الرحمن صالح عبده. يختي 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 سم الله يختي يختي بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الخالق الناطق الحاج صالح. حقيقي يا نينا؟ الا حقيقي. طب بصي كده ودققي، بصي تلاقيه هو. اصلك انت ما شفتيش الحاج صالح لما كان صغير؟ طبعا هو الهلال يشبه مين غير القمر. اسم الله يا اختي سم الله عليه. لكن سيدي صالح مش مبسوط. ليه بتقولي كده؟ ليه؟ ده انا لما رحت له علشان اخد منه البشاره كان هيرقص من فرحته. امال ماله؟ ضحكه بتطلع منه كده غصب عنه. يمكن خايفه على زعل درتك. وهي عاوزه ايه؟ ما ربنا هداها وملم شنتها وخدر شجرتها، عاوزه ايه تاني؟ يمكن يعني ما كانتش عايزاكي تخلفي. وسيدي ذنبه ايه؟ ده ما عملش حاجه تغضب ربنا. حرام حرام يبقى عنده حته عيل ياخد حسه في الدنيا. ليه حق يا اختي تخاف وتتوغوش؟ تخاف من ايه وانا جبت اسد؟ ده انا جايبه حته عيل حته عيل. خايفه لا هي تجيب البنت. ومالها البنت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. عارفه لو جابت بنت هتشتغل لك في الازرق. معقوله يا مرات ابويا؟ ربنا يديها 10 بشنبات وتبعد عني. انت يا بنت هتفضلي طول عمرك هبله وعبيطه كده؟ ده بدل ما تتمني انك تبقي انت الوحيده اللي جايبه الولد، امال الحاج هيشيلك في عينيه ازاي؟ يا حاجه. يا حاجه سيده. مش قادره مش قادره يا فتحيه، مش قادره. لا 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 لا، خبط على طول في ظهري. بسم الله ما شاء الله، 5 و5 في عين العدو. ده العيل بيرفس جوه وهو بيبقى جامد كده يا فتحيه. لا 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 لا، انا خايفه. ما تخافيش يا روح فتحيه، اساليني انا عارفه ومجربه. كنت عند هنية بتحببي ايه؟ ها؟ قطعت يا اختي وقطعت سيرتها. عارفه يا حاجه كل ما اجي ازورك تروح شداني على قطتها وتقعد تقرر فيا. يا ترى الحاج بيحبني انا ولا بيحب درتي؟ الله يعان، هي قالت لك كده؟ اعظم نظر يا حاجه، لو كنت بكدب عليكي يا ساتر يا رب. تقوليش البت يا اختي افترت اتفرعنت؟ تكونش عملت اللي محدش عمله. حقيقي صدق اللي قال اتقي شر من احسنت اليه. عارفه يا حاجه قبل انت ما تحبلي لما كنت ادخل عليها الاوضه القاها واقفه بترقص؟ لتهبلت ولا ايه؟ شمتانة يا اختي شمتانة فيكي.
تقول لي قال ايه؟ الحاجة خلاص راحت عليها، والحاج دلوقتي مفيش في قلبه غيري. ده بعدها نجوم السماء قرب لها. هي يا اختي كانت حجبه من بره، ما همها يا ما ورتني الويل لما كانت حبلة في البيت دي. لكن دلوقتي الحمد لله، الحمد لله ربنا نصفك ونصرك عليها. طيب يا هنية. ايه يا عبد الرحمن؟ ايوه كده، مش تكبر عشان تبقى دراع ابوك اليمين. اليمين والشمال كمان. لكن امتى؟ امتى نشوف اليوم ده؟ كله بأوانه، كله بأوانه. يمكن ما اشوفش اليوم ده. اخس عليك، اوعى تقول الكلمة دي، يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر عليك. يديك طولت العمر وتلعب كورة مع ولاد 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 ولاده وتغلبهم كمان. البركة فيك انت بقى هنية. قولي لي انت مبسوطة ولا مضايقة من حاجة؟ انت مش قايل لي طول ما حسك في الدنيا ما شيلش هم حاجة؟ انا هشيل عبد الرحمن وبس. بس في حاجة مضايقاني وخايفة، خايفة اقولها لك. قولي. لمحت الواد عبد الرحمن بيعاكس بنت الجيران. يلا بينا نخطبها له. على مهلك، على اقل من مهلك. تعالي تعالي اقعدي استريحي شويه. ما انا عندها طول النهار يا مستعد. زهقت بقى. لا ما تقوليش كده، ده اللي اوله تعب اخرته راحه، وفاتش الكتير ما بقى الا القليل. ونيه الحاج نزل. الحاج اجيله ساعه لابت جوه. لابت جوه فين يا ولية؟ جوه عند جيرهان بيلعب مع سبع البرومبا. سايبني قاعده لوحدي. معذور يا حاجة، ما هي واكلة بعقله حلاوة على رأي مرات أبوها، فاكرة إنها جابت له اللي ما جابتوش ولادة. طيب يا هنية. ما تصدقيش كل كلمة تتقال. هنية بتحبك وشايلة جميلك فوق راسها. أيوة يا أخوي، أقدر أعلها أنت. إذا كانت مرات أبوها فتحية قالت لي إنها قالت بعظمة لسانها عني إن أنا راحت عليا. طب أنت يخلصك؟ يرضيك ان بنت زي دي تقول عليا انا كده؟ وانت ازاي تصدق الوليه الخباصه دي؟ انت ناسي عملت ايه في شاهين؟ طب وهي ايه مصلحتها؟ هتوقع بينكوا عشان تستفيد منك، وهي طول عمرها ما بتطقش هنية. بس هي عجنها وخبزاها. بنت هنية دي سن ميه من تحت تبن، دي نفت لها بلاد. بس ده ما كانش رايك فيها. ما انا كنت عبيطه وقلبي طيب، لما كانت تيجي تعيط لي تشتكي لي من مرات ابوها كنت بصدقها. ودلوقتي تصدق مرات ابوها؟ جرالك ايه يا صالح؟ تعمل تدافع تدافع تدافع. هي لحست عقلك بالواد اللي جابتولك؟ نسيت ان انت جايلك في الطريق سيد سيده. بس كلهم ولادي يا سيده. ايه كلهم ولادي يا سيده دي؟ جرى ايه يا صالح؟ انت عايز تساوي ولادي بولادها؟ هي دي اخرتها؟ لا لا لا، حقك عليا انا غلطان. وادي راسك يا بوسه. لا انا زعلان، زعلانة منك قوي. مكنتش افتكر ان يجي يوم اهون عليك بالشكل ده. انت تهوني عليا؟ ما عشت. انت اغلى حاجة في حياتي يا سيدة، وما طقش ان اي حد يقول عليك كلمة واحدة. طب لما اشوف بقى، اما اشوف هتجيب لي حق ازاي. خير يا حاج، شيعتلي ليه؟ اقعد يا فتحية. اديني قعدت. خير يا حاج؟ شوفي بقى خير في سلامة وسلامة في خير. انا مش عاوزك تعتبي باب بيتي مرة تانية. ليه كفر للشر يا حاج؟ هو حصل مني حاجة؟ احنا مش هنقعد نلت ونعجن. هي كلمة قلتها لك وعاوزك تنفذيها. طب مش عارف يا حاج ايه اللي حصل مني. وتطمني، اول كل شهر هبعت لك مبلغ يعيشك مستوره. قلت ايه؟ حاضر اللي تشوفه يا حاج. كده ريحتيني، اتفضلي مع السلامه.